اليوم طالب مهندسين داخل في اضرام مفتوح، وني السؤال جطرح يعني الا ما حقوش وزاره ما طالبيناش غنديروا؟ حنا اصلا دابا داخلين في اضرام مفتوح وما غنوقفوا حتى يطيح هذا المرسوم. تجلس معنا الوزاره على طاقه الحوار حيت تلقاو شي ظالم لينا، شي مسلنا تحسوا بالاهانه، مش تلقاو ان الدبلوم والبروفيل الاغيميتي تتهان على صعيد المغرب، وان هذا الشيء ما تيغبرش غير علينا حنايا، ولكن طالب مهندس عامه تنحسوا به تتهان، حيت هذا المرسوم باش تعطي له حق الاحقيه لواحد فئه معينه، تعطي واحد السميه بدون مراعاه اي شروط ديال يعني الاسس الاولى والقواعد واي حاجه منطقيه ما طرعاتش في هذا القرار هذا، وتسميهم في الاخر يعني بكل سهوله غير تسميهم وتعطيهم واحد سميت عند راس اخرى. داكشي علاش هنا بغيت نطرح واحد السؤال للوزاره، ولا تعتبر الوزاره ان التنويع اللي كاين في الاسماء تاع مدارس عليا في المغرب ينبع من خصوصيه تاع المدرسه، ينبع من نوعيه التكوين تاع المدرسه، ما ينبع من انه تبنات على اسس تاع ومتطلبات سوق الشغل، حتى في الاخر سي اون كيستيون ديدونتيتي، واحد الهويه، واحد الانتماء ديال كل مدرسه. كل مدرسه عندها ان بروفيل ديالها تتميز بواحد الخصوصيه ديالها، ما جاتش غير غنبدل واحد السويه وغنتسمى اني درت شي حاجه، خاصه انه منين نبغيو نديرو واحد التوسيع خاص يكون بمبادئ التوسيع ونشوفوا السوق لاش باغي، وبالضبط انه باغي بروفيل اغيميتي، ولكن ما نخدموش بمبادئ الترقيع، هذا ان سميناه حقا انه ترقيع. اليوم كما كتشوفوا دايرين وقفه احتجاجيه قدام الرئاسه، لاننا ديجا درنا اضراب لمده 3 ايام، ابخي دخلنا في اضراب عاوتاني لمده سيمانه، طمعا في ان الوزاره انها تحاور معنا، الى اننا كنصدموا بالتجاهل ديالها، لذلك قررنا اننا اليوم نديروا وقفه قدام الرئاسه باش نبينوا للوزاره اننا حنا راه مامنين بلاكوز ديالنا، وثيقين في ان هذا القرار اللي تصدر قرار عشوائي وما غاديش نتقبلوه. بغيت نوصل رساله للوزاره الوصيه اننا حنا راه ما غاديش نرجعوا في القرار ديالنا، كما كنشوفوا كامل انها كتجاهلنا كل مره، نهار على نهار كتجاهلنا بحال حنا ما كاينينش وما دايرينش اضراب، ممكن انها كتقول بلي حنا راه غادي نتراجعوا من بعد ما غاديش تدي معانا. بغيت نقول بلي حنا راه ما غاديش نتراجعوا وغنبقاو مكملين في الاضراب المفتوح، وحتى ولو انها كانت السنه بيضاء ما عندناش مشكل، ومن غايجيو الامتحانات ان شاء الله راه ما غاديش ندوزوهم، وحتى نلقاو شي حل ان شاء الله وشكرا. اليوم حنا قدام رئاسه الجامعه من بعد ما درنا مجموعه من الوقفات احتجاجيه قدام مقر المدرسه ديالنا بشارع النيل، الا ان الوزاره ما استجبتش لينا، على الرغم من اننا اكثر من شهر هادي وحنا كنديروا وقفات، اكثر من شهر هادي وحنا كنحاولوا نراسلوا الوزاره، قدمنا مراسلات، قدمنا طلبات للقاء، والوزير لا يكترث. الوزاره الوصيه داخله في واحد الصمت طويل جدا، متجاهلنا ومسرعه على بروسيدور ديال اعطاء دبلومات للطلبه ما تلقاوش نهائيا تكوين الفنون والمهن، تخرجوا السنه الماضيه، القانون خرج هذه السنه، القانون خرج هذه السنه وغادي ياخذوا الدبلومات ابتداء من السنه الماضيه، امر اللي مستحيل انسان عاقل يتقبله. اليوم جينا للرئاسه على الله وعسى صوتنا يوصل اكثر، والوزاره اذا بقات واختارت التجاهل ديالها والصمت ديالها، فطلبت الفنون والمهن اختاروا الوقفات واختاروا النضال حتى يسقط المرسوم، وفلتتحمل الوزاره مسؤوليه هذا التجاهل ديالها، لانه الطلاب ما غاديش يرجعوا حتى تستجب لهم. حنايا الطلبه كناخذوا اضراب بعد اضراب ضد المرسوم، حيت لقينا واحد التجاهل كبير من عند الوزير، بعد ثلاثه ديال المراسلات اللي صيفطنا لي ولكن ما لقينا حتى شي جواب، واللي زاد انه حقدنا وظلمنا بزاف هو ان طرح سؤال في البرلمان الوزير سي امزازي حول اضراب اللي كياخذوا طلبه المهندسين بالمدرسه الوطنيه العليا للفنون والمهن، ولكن تجاهلنا، وهو جاوب على جميع الاسئله ولكن هذا السؤال ما جاوبش عليه، علاش هذا الشيء؟ والحاجه اللي كتزيد انها تشككنا في هذا المرسوم، حيتاش هو كان رئيس سابق للجامعه محمد خامس بن الرباط، اعطى الانسات غابة اعطاها سميه انسام غابة، حنا مش هذا الشيء ما كيتسماش، كيقول لك بعض الناس كيتسمى التوسيع، ولكن ما نقدرش نقولوا انه توسيع، حيتاش هو لصقوا سميه انسام لواحد السميه سميتها انسات، والحاجه اللي ما يمكنش تقبلها هو ان المرسوم خرج من فيه و برومو ديال 2019 2020 غتاخذ غتطبق على هذا المرسوم، هذا الشيء راه ما يمكنش، واش كاين شي مرسوم كيخرج كيطبق على شي حاجه كانت قبل، هذا الشيء راه ما يمكنش يتقبلوا اي واحد، داك الشيء علاش غنبقاو حنا في هذه الاضرابات وغنقاطعوا الدروس، حنا مقاطعين الدروس والتيبيات والتيدي، وغنزيد نقاطعوا لي زيكزام حتى يتحققوا المطالب ديالنا واللي هو اسقاط المرسوم.